من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة. برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا ده أنت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طارق حافل العظيمة، أرجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدائرة؟ فين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل أنا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جهال مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جهال مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهال مراد ومحدش عبرنا أنا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني، هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الأستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. أصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهام مراد؟ أيوة. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهام مراد؟ أيوة سعادتك. على فين؟ أنا رايح عند جهام مراد. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتورة شهان. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتورة شهان. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتورة شهان. بابا. ولا مرجان ولا تركان، انتخبوا الدكتورة شهان. بابا. هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعه الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلك سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ونبي خليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي. يلا انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما بسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره، وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزوره. شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا
ده عشان دكتور جيهان ماتت. ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتورة جيهان سقطت في الانتخابات ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي عامله لكم ايه؟ بكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال القضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجة بصراحة يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتورة جيهان. هنشتري عشيزة الدكتورة جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن إذنك. تعال هنا رايح فين؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي، ولما أتكلم تقف تسمعوني للآخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي خمس دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض هو انا طول. ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو.